الو، اتفضل. الو، السلام عليكم. حضرتك سني ولا اثنا عشري؟ 12 شيعي. طب اتفضل حضرتك، شيخ عندنا وليد، سؤال. لماذا علي بن ابي طالب لم طبعا يقدم شيخ الكتاب وليد، للنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم ائتوني بكتاب؟ لماذا لم يقدم الكتاب؟ طيب شيخ وليد، قبل هذا طبعا شيخ وليد، إنك فاتح هذه القناة لهداية الناس لا ضلالها، صحيح؟ اتفضل بغض جاوب على النظر السؤال. على أنك كنت شيء. حضرتك اتفضل جاوب على السؤال. طيب، أجاوب على السؤال إن شاء الله. أنا محقق شيعي، أبا فاطمة محقق شيعي من إيران، من الأهواز. فرأيت هذه القناة وحقيقة حبيت شخصيتك وحبيت أن أحاورك في بعض الأمور، وأرجو منك تعطيني دقيقتين من الوقت. ألغي إليك سؤالين مع استفهامات، حضرتك بعد وأقول ما لك تجاوب إن شاء تفضل الله، هاتف وعد الرقم. مني بإذن الله تعالى، بعد ما تجاوب على لماذا علي لم يقدم كتابا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليكتب عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإتيان بالكتاب، أحاورك في اللي أنت عايزه بإذن الله. أي كتاب تتكلم عن؟ يوم رزية الخميس. قال هاتوا كتاب أكتب لكم لن تضلوا بعدي أبدا. أيوة، لماذا علي بن أبي طالب لم يقدم كتاب؟ حسب النهج الشيعة تعلم والسنة يعلمون أن هذا كان عمر وليس علي، مين اللي قال؟ فهذا لا حقيقة لا 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 لا، ما أني تكذب علينا، ما تكذب علينا لو سمحت، ما تكذب علينا. النبي صلى الله عليه وسلم وجه الكلام للجميع، قال ائتوني جمع أيه. بكتاب، أكتب لكم كتاب جمع. هل يمكنك أنت تجيب حديث اسمه علي فيه؟ والله إن رأينا يعني علي اسمه ما عمر كانش فيه، موجود؟ فقال أخرجنا فإنك افهم من نساء كلامك ان يوسف علي بن ابي وهذا طالب ما الحديث. كانش أني موجود؟ طبعا ما حضرت لا هذه اله الا الله الأحاديث. محمد رسول الله. لا افهم من كان كلام موجود، من يا يقول ما استاذ، كان موجود؟ افهم من كلام حضرتك ان علي تفضل. رضي الله عنه وارضاه ما كانش موجود؟ لا كان موجود، عنا بقى، امال بتقول لي كان اديني موجود دليل ان ومن هو كان موجود ليه؟ لما هو موجود بتقول لي اديني دليل ان هو موجود؟ لا، أنا أقول لك حسب الأحاديث إنا رأيناها من خطيب. هنا لست أحاديث تاريخية بل أحاديث دينية نغلت عن بعض الصحابة وعن بعض الواحد، فهذه الأحاديث الذي نغلت في هذه الرزية التي كنت تتكلم عليها كان عمر جواب النبي، فعمر قال إنه ليهجر. فهذا يا شيخ وليد أني أقولك أجيب الأحاديث وأحاورك عليه إن شاء الله، أني الآن جبت لا حضرتك، ما انت كنت أحاديث أن حافظ الحديث اهو، بس ما فيهوش ان عمر قال يهجر. للاسف الشديد ضحكوا عليك، ولكن عندما قال النبي لا صلى لا الله لا عليه لا وسلم، عندما انا سبتك تتكلم، خلينا نتكلم. عندما قال النبي صلى تفضل. الله عليه وسلم ائتوني بكتاب اكتب لكم، لماذا علي بن ابي طالب لم يبادر ويعطي النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب لكي يكتب؟ طيب، قال أتوني الكتاب. علي لم سكت، لم يتكلم كلمة، فحسب الأحاديث التي أني رأيتها عمر لماذا جاوبه سكت؟ وقال اتركوا لماذا الرجل سكت؟ إنه ليهجر لماذا لو سكت؟ انغلب عليه الوغى. ايوه ماشي، عمر قال ما غلبه نقلوا الوجع، عنه لماذا حديث، علي سكت بقى اذا؟ ما نقلوا حديث عن علي تكلم في هذا الموضوع. لماذا انا تقول لله. طب علي هم قال هذا نقلوا الكلام؟ عندكم ان حديث، هل نقلوا عندكم كشيعه كاثنى عشريه ان علي بن ابي طالب مثلا تحرك غاضب، قدم كتابا، صفع عمر على وجهه، نعم عمل ايه يعني؟ نعم تكلموا، وفي أحاديثكم قالوا، فاختلفوا الصحابة بينهم، قالوا الصحابة اختلفوا، ايوه، ما هو هذا الصحابه مين دول من وهذا ضمنهم قال علي بن ابي وهذا طالب، قال، ما الصحابه جابوا دول اسم من علي، ضمنهم علي علي بن ابي تكلم. طالب، نعم الصحابه دول من ضمنهم علي بن ابي طالب. نعم طيب فعلي تكلم، قال لعمر ماشي، انا لا همشي معاك، تتكلم همشي كما معاك. حضرتك طبعا اكيد بتفهم عربي، حضرتك اكيد بتفهم عربي، نمشي واحده واحده. هما دلوقتي اختلفوا الى قسمين،
قسم قال قدموا له كتاب، يبقى خلينا في القسم اللي انت ممكن تقول ان علي بن ابي طالب فيه. فكيف علي بن ابي طالب وهو من يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول قدموا له كتاب؟ كيف هو من يكتب ويقول قدموا له كتاب؟ سؤال اهو مشروع، ممكن تجاوبني؟ انك جاوبت نفسك، قلت علي مع لا انا بقول اللي انتم بتقولوا هو كان من الفرقه دي، وعمر كان مخالف. يا استاذ يا استاذ افهم كلامي، لذلك بقول لك انت بتفهم عربي، لذلك انا بقول لك انت بتفهم عربي، المفروض ان انت راجل احوازي فبتفهم عربي. الان لو افترضنا انه في القسم الذي قال قدموا له كتاب، فكيف علي بن ابي طالب هو من يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم وفي نفس الوقت يقول قدموا له كتاب؟ المفروض هو الذي يتقدم، مش يقول قدموا له كتاب. شيخ وليد، حقيقة إني يجب أن أجمع على حديث عن هذا الموضوع وجاء حورك. طبعا إني في الشارع ما يمكن أن أجيب كلام من كيسي. الله أكبر، يعني لسه شيخ وليد طول عمرك بتحاور. شيخ وليد، يعني حضرتك طول عمرك بتحاور وجيت دلوقتي تجمع الأحاديث تاني؟ إني غارين ويجب من أصول المناظرة، يجب أن تكتب في كتاب أو دفتر. يعني أنت حضرتك، طب الموضوع اللي أنت حضرتك جاي فيه، الموضوع اللي أنت جاي فيه يعني محضر له؟ الموضوع اللي حضرتك جاي فيه محضر له؟ نعم محضره. اتفضل اطرحه، يلا شوف بقى. الشيخ وليد، أنا محقق شيعي قلت لك، طبعا حبيت شخصيتك وحبيت أحاورك في بعض الأمور، وأرجو منك أن تعطيني دقيقتين من الوقت، وأرجو منك أن لا تقاطعني. رأيت في صحيح البخاري حديثان عجيبتان حقيقة، أحدهما في كتاب الصلاة، في كتاب الصلاة بإسناد عن عبد العزيز بن مختار، إن النبي الأكرم قال ويح عمار تقتله الفئة الباغية. في إدامة هذا الحديث كمان قال عمار يدعوهم إلى الله ويدعونه إلى النار. والثاني أيضا في كتاب الجهاد، وهذا الحديث محال، لأنه يعني ما ضعف، ورد في صحيح البخاري وأكثر من 25 صحابي نغلوه، ولا يمكنك أنك تقول هذا الحديث ضعيف. أنا ما أتكلم يعني، ما تقولني أنت، قول الحديث وقول لي يا وليد إيه شرحه. طبعا قلت لك طيب، قال ويح عمار تقتله الفئة الباغية. الفئة الباغية يا وليد، خلينا بقى لما ذهب علي أنا أشرح بقى، خلينا أتكلم دقيقتين. الله، خلينا أتكلم دقيقتين. أنت حديث وعايز تفهمه، ولا أنت هتقولي الحديث وأنت اللي هتفهمه؟ خلينا أتكلم، إنه أقول لك هات برهانك. طبعا كلنا احنا نعلم لما ذهب علي لقتال معاوية في الشام، عمار كان مع علي، فلما بدأ القتال وأشد القتال قدر الله أن عمار قتل بيد أصحاب معاوية. وكان من العلم سمع هذا الحديث ابن عمر بن عاص، عبد الله اسمه هذا مال مشتبه، فذهب إلى أبيه عمر عاص قال قتل عمار فنحن الفئة الباغية. فقال عمر بن عاص ذهب إلى معاوية وقال قتل عمار نحن الفئة الباغية. فقال معاوية بل قتله من أتى به، طبعا يقصد الإمام علي بن أبي طالب. فلما سمع الإمام علي بن حضرتك أبي طالب الكلام اللي انت حضرتك بتقوله ده، الكلام ده في صحيح البخاري؟ صحيح، في صحيح البخاري نقل اكثر من 25 صحابي. لا، الكلام اللي حضرتك بتذكره الان هل هو موجود في صحيح البخاري؟ كل العلماء قالوا، يعني هل انت تريد ان تضعف هذا الحديث يا استاذنا؟ انا بسالك الان، الكلام اللي انت بتنقله الان في صحيح البخاري؟ نعم في صحيح البخاري. طب اتفضل اقراه نصا. يلا، قريت لك النص. لا، حضرتك اقرأه نصا، يلا افتح صحيح البخاري واقرأه نصا، اتفضل.
ورد حديثين، الثاني أيضا في كتاب الجهاد، والحديث الثاني الأولي كان في كتاب الصلاة. يا باشا أنا ما أنا بكلمك دلوقتي الحوار الذي دار بين معاوية وعندما قال أن علي بن أبي طالب هو من قتله، تفضل. عيد سؤال ما توجهت عليك حضرتك آخر كلام، أنت خلاص عمرت تقتل الفئة الباغية ده انتهينا منه، الحوار بقى الذي دار بين معاوية أحد الأشخاص وقال لا 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 هذا ما ورد في صحيح البخاري. لا لا ما ورد في حضرتك بقى ما تروحش تجيب لي يمين وشمال وتحط لي وكأنه في صحيح البخاري. ممكن بقى تسمع مني حضرتك؟ لا ممكن حضرتك تسمع مني؟ أنا تفضل. سمعت منك، ممكن تسمع مني؟ تفضل. تمام؟ طيب. تفضل لا منطقي تفضل. تفضل. ليه سؤال بسيط، هل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يعلم بهذا الحديث أم لا؟ إجابة سريعة. هل علي بن أبي طالب يعلم بهذا الحديث أم لا؟ أن عمار تقتله الفئة الباغية، يعلم به أم لا؟ يعلم لأن جميل نفسه خلاص. هل حضرتك هتتوقف لو سمحت، هل حضرتك هتتوقف على كلام علي بن ابي طالب ولا هتناقش في علي بن ابي طالب؟ لا يعني لو اعطيتك دليل من علي بن ابي طالب هل هتناقش الدليل ولا هتتوقف على كلام علي بن ابي طالب وتلتزم بما قال علي بن ابي طالب؟ تفضل تفضل اني اسمع. ما جميل قوي. علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه هو من قال على جيش معاوية ومعاوية لا نستزيدهم في الإيمان بالله واليوم الآخر ولا يستزيدوننا في بالإيمان بالله واليوم الآخر وأن ربنا واحد ونبينا واحد إلا ما اختلفنا فيه من دم عثمان ونحن منه براء. هل علي بن أبي طالب في هذا الحديث أثبت لمعاوية وجيش معاوية الإيمان أم لا؟ أذا أثبت الإيمان لماذا ذهب من العراق والحرب؟ يا أستاذنا والحرب أنا صار بين العراق والشام. أنا بسألك سؤال، هل أثبت لهم الإيمان أم لا؟ والله هذا الكتب ليس من كتبنا. لا يا باشا الكتاب يعني بص ورد في نهج البلاغة ونقله صاحب البحار، الآن موجود في نهج البلاغة. أديك النص حضرتك، أديك النص. عيد النص اقرا عليه. اديك النص. اتفضل اهو موجود على الشاشه. بص انا عايزك بس انا ما اشوف انت اقرا. نهج البلاغه خطب الامام علي جزء 3 صفحه 114 ومن كتاب له عليه السلام إلى أهل الكوفة عند مسيره من المدينة إلى البصرة. أما بعد فإني خرجت من حي هذا إما ظالما وإما مظلوما وإما باغيا وإما مبغيا عليه. يعني هو إيه بيقول لك إن أنا ظالم أو مظلوم أو باغي أو مبغي عليا. يبقى الفرقة اللي قدامه، الفرقة اللي قدامه هتكون إيه؟ هي الباغية. صح صحيح لو لا صح. جميل أو وإني لا صحيح. وإني أذكر الله أو أذكر الله من بلغه كتابي هذا لما نفر إلي، فإن كنت محسنا أعانني وإن كنت مسيئا استعتبني. ومن كتاب له عليه السلام كتبه إلى أهل الأمصار يقتص فيه ما جرى بينه وبين أهل صفين، وكان بدء أمرنا أن التقينا. خلينا أكمل لو سمحت، خلينا أكمل. وكان بدء أمرنا أن التقينا والقوم من أهل الشام، والظاهر أن ربنا واحد ونبينا واحد ودعوتنا في الإسلام واحدة لا نستزيدهم في الإيمان بالله والتصديق برسوله صلى الله عليه وسلم ولا يستزيدوننا، الأمر واحد إلا ما اختلفنا فيه من دم عثمان ونحن منه براء. يبقى هنا أثبت الإيمان لهم. هل تنكر كلام علي بن أبي طالب أم لا؟ شيخ وليد خلينا جاوب. أم تريد تتكلم يعني يمكن تعليق؟ أنا أتثبت كلام علي بن أبي طالب أنه أثبت لهم الإيمان أم لا؟ نعم لا. شيخ وليد للغاري يجب أن يسلط على اللغة العربية. أنك توهمت بأنه يمدح معاوية، أنك أقرأ نهج البلاغة نصفه ذم لمعاوية. أستاذ 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 فهذا أستاذ الكلام أستاذ أنك أستاذ توهمت. أنا في النص اللي قدامي
ما تروح للمريخ، انا في النص اللي قدامي، اشرح لي النص اللي قدامي، ماليش دعوه قبليها ذمه بعديها مدحه، اصل في الباب ماليش دعوه، انا ليا في النص اللي قدامي حضرتك، اتفضل اقرا النص اللي قدامي طيب واشرحه لي. طيب شيخ وليد، انا ما اشوف الشاشه لكي اقرا لك، ولكن من كلام الامام قال نحن نؤمن بالله ونؤمر بالمعروف وننهى عن ننهي عن المنكر. وما قالش الكلام ده، ما قالش الكلام ده، هو بيتكلم على ان القوم دول لا نستزيدهم في الايمان، لا نستزيدهم في الايمان ولا يستزيدوننا في الايمان، يعني احنا مؤمنين وهم مؤمنين، لا نتعالى عليهم ولا يتعالوا علينا في الايمان، يبقى اثبت لهم الايمان. طيب ام لا؟ طيب صحيح صحيح كلام. سؤال منك شيخ وليد، لا لا ده انا لسه ما كملتش، لسه ما كملتش، اصبر اصبر تفضل اصبر تفضل تفضل. هناك حديث لعلي بن ابي طالب يقول فيه ان قاتل ابن صفيه في النار، وقاتل ابن صفيه في جيش علي بن ابي طالب، فهل نستطيع ان نحكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان هناك من جيش علي بن ابي طالب من هو في النار؟ اجاوب؟ نعم جاوب تفضل. اول نرجع لسؤالك الاولي شيخ وليد، أجاوبك بسؤال استفهامي شيخ وليد، هل لا ما تجاوبني في سؤال استفهامي الآن، أنا سألتك سؤال سؤالين، السؤال الأول إقرار علي بن أبي طالب لهم بالإيمان، فأنت أتيت في أول حلقة تريد أن تنفي الإيمان عن معاوية وجيش معاوية، فأثبتنا إيمان معاوية وجيش معاوية بمن هو أفضل مني وأفضل منك عليه الرضوان وبأبي هو أمي، هل تنزل تحت كلام علي بن أبي طالب أم ترفضه؟ أجاوب شيخ وليد؟ تفضل. سؤال منك، طيب أريد جواب، لا أطول بالجواب، هل الفئة الباغية تخرج من الإيمان أم لا تخرج من الإيمان؟ أنا أقول لك الفئة الباغية لا تخرج من الإيمان بقول الله تعالى وإن طائفتان. جاوبت نفسك يا استاذنا، يا استاذنا، يا استاذنا، يا استاذنا، طيب ماشي، ما يعني انا جاوبت نفسي موافق، بس هقول لك برضه الايه ان الفقه الباغيه لا تخرج من مسمى الايمان، ليه؟ الله عز وجل يقول وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله، الى ان قال الله عز وجل انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين أخويكم، فأصلحوا بين أخويكم. أحسنتم. الآن أنت قرأت الحديث، قلت بأن معاوية وفئته في الإيمان، والإمام علي أيضا قال إنهم في الإيمان. طيب هذا الحديث ما نغض هذا كلام النبي الصحيح، والجواب الثاني. طب أنت جاي ليه طيب أصلا؟ لما علي بن أبي طالب أثبت لهم الإيمان، أمال أنت جاي ليه؟ طيب قلت بأن الفئة الباغية لا تخرج من الإيمان، والإمام علي قال كذا، والآية قالت كذا. طب ما أنت كنت جاي ليه؟ يعني أنت جاي طيب تثبت إيمان معاوية؟ يعني أنت كنت جاي من أول حلقة تثبت إيمان معاوية وجيش معاوية؟ أنا يمكن أن أجاوبك أم تريد تتكلم؟ لا تفضل جاوبني. طيب من هذا الحديث يوضح أن النبي قال لعمار إنك تدعوهم إلى الجنة وهم يدعونك إلى النار، بغض النظر عن حديث الإمام علي أنه قال لا، ما فيش حاجة اسمها بغض النظر. بص، أي إنسان يدعو، أي إنسان، اي انسان يدعو، بص انا افهمك يا استاذ، اي انسان، بص يا انسان، اي انسان يجاهر باي معصيه فهو يدعو الى النار، اي انسان يجاهر باي معصيه فهو يدعو الى النار. معاويه كان من المفترض ان يلتزم بكلام علي بن ابي طالب، وان علي بن ابي طالب هو من ياخذ باثار عثمان، فعندما حصلت الفتنه
فخروج معاوية هو دعوة إلى النار. ليه؟ لأنه لم يستمع إلى كلام علي بن أبي طالب، وهذا ليس معناه أنه في النار وأن من خرجوا معه في النار. وضحت؟ الآن إذا نتكلم عن النار نحن ما وصلنا إلى نتيجة لكي نتكلم عن أنه في النار أم لا. أوضح لك أنا، لو أن معاوية كل من خرج على، اسمعني بس، لا إله إلا الله، أوضحها لك بس عشان ننهي الموضوع. لو أن كل من خرج على علي بن أبي طالب هو في النار، فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال قاتل ابن صفية في النار، وابن صفية اللي هو الزبير، ومن قال هذا الحديث؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، وقاتل ابن صفية في جيش علي. أجابك شيخ ولي، اتفضل. فتقاتلوا وقتل عمار، ولكن انتهى حرب بين الطائفتان التي انكم تزعمون انه من ضمن هذه الآية. فالوضع المعقول ان معاوية بقى في الفئة الباقية التي كان فيه، لانه سب علي وقتل حجر بن عدي. يا عم انت تدخل لنا في حجر بن علي. بص انا ممكن اجزمك اصلا كلام بعلي بن ابي طالب، يعني علي بن ابي طالب كمان يقول ان انا خرجت اما ظالما واما مظلوما. هل علي بن ابي طالب كان متاكدا انه خرج مظلوما، او الروايه عندكم هو بيقول لا. اما ان اكون خارج ظالما او مظلوما أو باغي أو مبغى عليه؟ حتى علي بن أبي طالب في الرواية بتاعتكم مش متأكد. أهي الرواية قدامي أهي. اتفضل الرواية قدامي أهي. يا أستاذنا هي أنا بجيب لك من الكتب بتاعتك أهي، إما ظالما وإما مظلوما وإما باغيا وإما مبغيا عليه، وإني أذكر الله من بلغه كتابي هذا لما نفر إلي، فإن كنت محسنا أعانني وإن كنت مسيئا استعتبني. أنا جاوبك شيخ وليد؟ لا خلاص كفاية كده، شكرا عليك أستاذ، كفاية كده، كفاية عليك كده، اللهم بلغت.